اول ترند هيكون معانا النهارده هو طبعا رحيل الفنان هشام سليم. ثاني ترند هيكون مهرجان القاهره للدراما. ثالث ترند معانا هو اسطوره التنس روجر فيدرر. رحل من ايام الفنان الكبير هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان، ويمكن الفنان الراحل كان فضل ان هو يبتعد عن كل الاضواء اثناء فتره اصابته بالمرض. رحيل هشام سليم كان صدمه لعدد كبير من اصدقائه في الوسط الفني ولجمهوره كمان، وشفنا كلنا عدد كبير من الفنانين كتبوا على صفحاتهم كلمات نعي صادقه جدا بتعبر عن حزنهم الحقيقي على وفاه هشام سليم. ويمكن كمان كان اكتر كلمات اثرت في الناس النعي اللي كتبته شريهان، وقالت فيه: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق، ولكن عزائي إني كنت معك وكنت معي. مش بس الفنانين اللي نعوا بكلمات مؤثرة الفنان هشام سليم، لكن كمان كتير جدا من جمهوره ومحبيه كتبوا كلمات بتعبر عن حزنهم الحقيقي على رحيل الفنان الكبير هشام سليم. وطبعا كلنا بنعزي أسرة الفنان الراحل وبندعي له بالرحمة والمغفرة. اما تاني حاجه اتصدرت الترند الاسبوع ده فكانت مهرجان القاهره للدراما في دورته الاولى، واللي حققت نجاح كبير جدا على المستوى الجماهيري. يمكن اكتر حاجه اثرت في الناس واشادوا بيها جدا كانت فقره تكريم الفنانين اللي اشتهروا بادوارهم الثانويه، وطبعا دي لقطه عظيمه جدا ان الفنانين دول يكرموا ونشوف السعاده اللي كانوا فيها. رحبوا معانا بالمبدعين الرائعين اما تاني حاجه في المهرجان اتصدرت الترند فكانت تكريم العمده الفنان الكبير صلاح السعداني عن مجمل اعماله، وكلنا طبعا بندعي له بالصحه وطول العمر. طيب تعالوا بقى نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل معاكم باقي اخبارنا في ترندز اوف ذا ويك. توقعت انه هيبقى مبهر كده، وبصراحه انا مبسوطه قوي من المستوى اللي انا شايفاه جدا في كل حاجه، في كل تفصيله على فكره، التفاصيل حلوه جدا وحاجه تفرح. انا طبعا سعيد جدا جدا بان يبقى عندنا مهرجان بهذه القوه بهذا الشكل بهذا التنظيم. كل المهرجانات دي بتساعد على صناعه المنافسه، ومصر طول عمرها في هي اللي في الرياده يعني، فحتى لو في احنا في شويه كده تراجعنا سيكا، انما لا يعني مصر هي مصر يعني، هنفضل طول عمرنا احنا الدراما اللي هي بتبقى في الوجدان. بس زي دايما ما بقول لاي مهرجان او اي مؤتمر، فائدته الاولى هو ازاي اطور الصناعه. فلو هذا المهرجان هيقدر يطور صناعه الدراما في مصر، فاهلا وسهلا بيه. حاجه عظيمه وحاجه جميله، ولا اكنك في مهرجان عالمي يعني، انت شايف الحكايه عامله ازاي، وده يعني بدايه الحكايه، لسه جوه في مواضيع تانية كتيره جدا هتعبر عن قيمه هذا المهرجان المحترم اللي بيرأسه الدكتور يحيى الفخراني وبترعاه الشركة المتحدة. أنا ليه أستنى للي جاي؟ أنا دلوقتي عايزة أستمتع بوقتي، عايزة أستمتع بزملائي، عايزة أستمتع بالناس اللي هتتكرم، اللي يحق لهم يتكرموا إن هم عملوا شغل ورا الكاميرا. بداية قوية، ومبروك للمهرجان والدورة الأولى، سعيدة جدا جدا بيه ومبسوطة إن أنا موجودة في الدورة الأولى. بحس ان احنا تعبنا قوي قوي في مسلسلات رمضان، فبنعمل حاجه دلوقتي مهرجان كبير للمسلسلات، ده بسطني قوي قوي. ولسه مكملين معاكم فقره ترندز اوف ذا ويك.
شايفين الصورة اللي معانا دي؟ دي كانت واحدة من أكتر الصور اللي تصدرت الترند خلال الأسبوع اللي فات حوالين العالم كله. ولو أنت مش عارف القصة بتاعتها، خليني أقولك أن الصورة دي كانت من مباراة اعتزال أسطورة التنس العالمي روجر فيدرر، واللي ظاهر في الصورة عمال بيعيط بشكل هستيري جنبه، ده هو المنافس بتاعه طول الوقت وهو نادال، واللي كان بيبكي ومتأثر جدا باعتزال المنافس ليه. وكأن اعتزال روجر حسس نادال أنه بقى وحيد في اللعبة بعد سنين طويلة من المنافسة بينهم، وده اللي خلى كثير من الصحف العالمية تعلق على المشهد ده بجملة واحدة بس، وهي أسطورة يبكي أسطورة. وبكده يكون روجر اعتزل لعبة التنس وهو في عمر 41 سنة، وده طبعا بسبب إصابة مزمنة في الركبة بعد ما فاز ب20 لقب، وفضل على مدار 15 سنة الأكثر تأثير في تاريخ اللعبة اللي هي التنس طبعا حول العالم كله. الحقيقة المشهد ده والصورة دي بيعتبروا مشهد أسطوري في الرياضة بشكل عام، وحاسة أنه من أجمل المواقف اللي شفتها في حياتي.